بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل سالم بن حضيرم والزميل ايضا سعد بن متلع العتيبي. وتستمر مشاهدينا الاعزاء اشواط الرموز في مساء هذا اليوم على الهواء مباشره عبر قناه الريان الفضائيه في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع واحداث هذا المهرجان السنوي الكبير، هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق شوط الشلفة الفضية للبكار العمانيات لسن الجذاع البكار العمانيات في مساء هذا اليوم في هذا الملتقى التاريخي وهذه الرموز التاريخية للفائزين والحاضيين بها. نتمنى التوفيق للجميع ونتجه مباشرة لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط وفي هذا الرمز الغالي وفي هذا الشوط المتابع والمشاهد من كافة الأقطار في هذا المساء. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مضاوي لمحمد بن سعيد بن عبد الله المسند على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، تصل الغارية لعيسى بن محمد بن شاهين بن طوار الكواري على المركز الثاني، بينما التسلل على المركز اللي تتسلل من الجانب الآخر وتتقدم انتفاضة الشعيل بن حمد بن خليفة العطية بقيادة محمد بن سالم الحسنة انتقلت مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط. غيرت الأمور وشوط الشلفة الفضية. وننتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، تصل ابتسامة لصالح بن سعيد العيدة على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث الغارية تصل لعيسى بن محمد بن طوار الكواري على المركز الثالث، دور المركز الرابع ومن تتقدم مضاوي لمحمد بن سعيد المسند، بينما المركز الخامس الفارقة يصل شعار اللورد في هذا المساء. شعار السيلاوي وشعار عنيدة يصل راعية الرمز المفتوح. تصل هنا الفارقة لسعيد بن صالح العيدة. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. هناك أمور تدار مشاهدينا الأعزاء في أشواط الرموز في أشواط أيضا الرئيسية. كيلوين مضت وانقضت من عمر هذا الشوط، وأربعة كيلومترات تفصلنا عن بطلة الشوط للعمانيات البكار. الله يا شعار السيلاوي، ابتسامة على المركز الأول. شعار السيلية، شعار السيلاوي الليلة حاضر وبقوة في أشواط الرموز مع شوطنا المفتوح مع عنيدة. من خطفت الرمز المفتوح شلف البكار المفتوح يعود هذا الشعار مع ابتسامة ومع الفارقة ومع غيرها من الأسماء الحاضرة للعيدة وللورد. هذه ابتسامة على المركز الأول لصالح صالح بن سعيد العيدة على المركز الأول، الغارية على المركز الثاني، الغارية لعيسى بن محمد بن شاهين بن طوار الكواري مع المركز الثاني، وعلي بن محمد بن طوار حاضر ومتواجد الليلة في مساء هذا اليوم. المركز الثالث شعار الجريان أراه قادم على المركز الثالث مع انتفاضة شعيل بن حمد بن خليفة العطية، يتابعها في التضمير سعيد بن بطي الزعبي. المركز الرابع ومن تتقدم مضاوي لمحمد بن سعيد بن عبد الله المسند على المركز الرابع. يا المسند ركز فالتركيز مطلوب. المركز الخامس هنا الفارقة وتعود ملكيتها لسعيد بن صالح بن سعيد العيدة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء وتنتصف المسافة أيها الحفل الكريم. ثلاثة كيلومترات انقضت ويتبقى مثلها تماما، والسيطرة سيلاوية في هذا الشوط. سيلاوية هل تفعل ما فعل عنيدة في هذا الشوط عندما قامت راس وانهت الشوط راس. الله ايضا المقدمة ثلاثية قطرية شحانية على مقدمة الشوط من خلال تقدم ابتسامة وتقدم الغارية وتقدم ايضا انتفاضة. سيطرة قطرية شحانية على الثلاث المراكز الاولى، المركز الرابع
التقدم من قبل سهم لمحمد بن غانم بن زايد الخيارين، انضم محمد بن ناصر القحطاني. المركز الخامس يصل شعار صاحب المضمرين، الشايبة تصل مع صاحب المضمرين سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. الشلفة إلى أين يا جماهيرنا الأعزاء؟ هل تمسي هنا في ميدان الشحانية أم تعبر الحدود أم تقادر الحدود؟ شلفة للشلفة المفتوحة أمست وشلف وخنجر القعدان غادر إلى الإمارات. هذا الرمز إلى أين؟ هل يمسي أم يغادر؟ بين الممسي والمغادر. الله، يا سلام يا سلام، أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. كيلو وين؟ يلا يا العيدة، روح يا العيدة، روح روح يا براية روح. الرمز الثاني في طريقه، في طريقه. إن واصلت ابتسامة، إن واصلت ابتسامة، وأرى الابتسامة تعلو تعلو الجماهير القطرية من خلال هذا التقدم على الأربع مراكز الأولى. سيطرة قطرية على المراكز الأولى وابتسامة على المركز الأول على صدارة الشوط. يلا يا اللورد، الأعصاب تعبانة في أشواط الرموز، تالفة في أشواط الرموز. يا اللورد ويا جماهير السيلية، يا جماهير الشحانية، يا جماهير قطر. الله، هنا القادمة على المركز الثاني، الغارية الغارية بن طوار الكواري يرمي بثقله في شوط الرمز مع المركز الثاني. يا سلام، الغارية لعيسى بن محمد بن طوار الكواري، بينما المركز الثالث وصلوا هل المعذر، وصل وصل الهديفي، وصل بو غانم، وصل بو ناصر. الله يا بو ناصر، وصلت هوايل غانم بن حمد بن غانم الهديفي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هنا هوايل، انطلقت هوايل في شوط الهوايل. المركز الثالث الغارية، الرابع مع صاحب المضمرين. المركز الخامس الانطلاق والتقدم من قبل ام غموته لناصر بن علي المسند. الكيلومتر الاخير يا جماهيرنا الاعزاء الى السينية، هذا الرمز الثاني في طريقه. سيلاوي سيلاوي، ابداع شحاني يبدو بانه الى السينية والى جماهير قطر. ان استمرت بعد الشوط المفتوح بعد فوز عنيده، تاتي ابتسامه ويبتسم العيده في مساء هذا اليوم، في مساء هذه الليلة. ابتسم يا اللورد، ابتسم يا اللورد، يصل الهديفي، يصل الهديفي، ولكن ابتسامة انطلقت، ابتسامة انطلقت. 600 متر، يا سلام يا سلام يا سلام، اللورد 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 صرح بأنه سيقاتل من أجل اختطاف الرموز، وهذا ما نراه في مساء هذا اليوم، وهذا ما نشاهده من خلال اختطاف رمزين في مساء هذا اليوم. يا سلام، إذن ابتسامة حسمت الشوط، وصلت هنا مغموتة، وصلت مغموتة، يصل المسند، يصل ولد الخور، أبناء الخور مع المركز الثاني. يا سلام، هل يسعف الحظ مغموتة 100 متر، ولكن ابتسامة، ابتسامة مع هالشلفة، الشلفة إلى أين؟ إلى المسند، إلى العيدة. يا سلام، ابتسامة ابتسامة ابتسامة، اللحظات الحاسمة، مغموتة وصلت مغموتة، ولكن ابتسامة ابتسامة، الشلفة 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 مع ابتسامة، والرمز الثاني للعيدة في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس للورد عبد الله بن سعيد العيدة، وللمضمر حمد بالراية، والتهاني أيضا على فوز ابتسامة لصالح بن سعيد العيدة. تهانينا والناموس يا أبو سعيد. المركز الثاني مغموتة ناصر بن عبد الله المسند، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. هوايل وغانم بن حمد بن غانم الهديفي، من حصل على المركز الثالث؟ المركز الرابع الخوارة لسعيد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. المركز الخامس مثايل لخليفة بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. ايضا اللورد عبد الله بن سعيد العيده يتلقى التهاني للمره الثانيه في مساء هذا اليوم على اختطاف ايضا
الابتسامة للرمز الثاني لشعار اللورد في مساء هذا اليوم بعد فوز عنيدة بالشوط المفتوح. أتت ابتسامة لتختطف رمز العمانيات. تهانينا وناموس لجماهير قطر في مساء هذا اليوم على اختطاف رمزين غاليين تمسي هنا في ميدان الشحانية. إذن هذا هو ملخص شوط الشلفة للعمانيات، وهذه ابتسامة عندما خطفت هذه الشلفة الغالية. تهانينا وناموس لصالح بن سعيد بن محمد العيدة على هذا الفوز المستحق. التوقيت الأفضل، التوقيت الأفضل يبدو بأنه تحطم. 8 دقائق 55 ثانية هي تحطم التوقيت الزمني، 8 دقائق 55 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن سعيد العيدة، والتهاني موصولة للورد عبد الله بن سعيد العيدة وللمضمر القدير حمد بن راشد بن راية. المركز الثاني مغموتة اللي ما قصرت أيضا في هذا المساء، 8 دقائق 56 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموسي ناصر بن علي بن أحمد بن عبد الله المسند، والتهاني أيضا موصولة لناصر بن عبد الله المسند على هذا الفوز المستحق، وتهانينا أيضا للمضمر حمود بن محمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت هنا هوايل، قطعت المسافة في 9 دقائق بدون ثواني 4 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك هوايل غانم بن حمد بن غانم الهديفي، وتهانينا لك يا ابو ناصر حمد بن غانم الهديفي.